حاضر المهرجانات الصيفيه ولا لا الدنيا سخنت؟ حاضر ايه ديما حاضره. الممثل اكثر ولا المطرب اكثر؟ ليدو حسب الطلب، معناه موجود اللي يحب مهرجان معين محمد مع فرقة الموسيقيه موجود، ولو انا نسبق هذا العمل هذا جديد وخليه يوصل للناس على الكوميدي ميوزيكال عصار. انت بالاساس اولويتك عصار. عمل جديد يزم ياخذ وقت ويزم ياخذ حظه. قدمت الكارتاج؟ لا قدمت الكارتاج عرض موسيقي، كارتاج مش توا عصار، خلي يدور اكثر المهرجانات. بار كونتر قدمت الحمامات. دونك نجمو نلقاوك السنه كان كل شيء لاباس. ان شاء الله. الممثل في كوميديا موسيقية عسول. اي نعم. ومحمد المغني في عرض موسيقي. اي نعم. كما تعرفتوا العرض الكلاسيك، ولو انه هادي راهو الكوميدي ميوزيكال موجود فيها هو محمد جبالي نعرفوه ويغني لي سوكسي نتاعو ويغني اغاني طربية، لكن فيها تنفيسة وتفادليكة ومعلومة. اما اي ما فيهش برشا التزام بالهيبة نتاع الركح، يعني تنجم ساعات تصنع النشاز باش تحكي على حاله معينه، تنجم تقلد فيقبل منك لانك تمثل وقتها، بينما كمطرب اي انا هاني قلت لك انا لي دو كونسيبت معناها موجودين حسب الطلب. ولا عسل العمل الموسيقي التمثيلي المسرحي الجديد لمحمد جبالي حاليا في المسارح التونسيه عسل. نحب نغني على اللامين، قلت لها تقدرح مع اللامين؟ قالت لي بون الجمعة اللي فاتت جبت له على السول دو، قال لي مش وقته ما عنديش فلوس، ومشى خلاني وحدي. مشى وخلاني وحدي في اللاغي، وروح للدار جبت الغيدو وعمل دودو بجنب ميدو. احنا واحنا ضحكنا بالواقع نتاعنا هذا الطريف في الامر. سيتي سوبر مي فريمون سي ريغالي. محمد جبالي برافو. ضامر خفيف متنوع، ما كنتش منتظر شيء هذا مع محمد جبالي بالكل، دوك تفاجأت إيجابيا. فريز بيزون تونسي عرض عسل. محمد شفت لك بعض الصور على الانترنت، حسيت كأنك وليت مغروم برشا باللانتيكا برشا. هل أنا نكتشف في غرام جديد عندك ولا أنت كنت مخبيه الغرام هذا؟ هو كان الغرام من قديم من زمان، لكن بعد هكا مدة هكا بعدت شوية، لكن بعد عاود رجعت للغرام. ما عادش ولا غرام ولا مرض، واللي رجع للمرض هذا صديقي كريم الشملي، هو من قصر الليل، هو معنا غران كونيسور في الحاجات هذوما، صديق عزيز. آلات موسيقية؟ هذوما آلات موسيقية قديمة. أنا كل جمعة تلقاني هادي ندور في السوق، بسوق سيدي عبد السلام، المروج، دراوين كل، واللوج مغروم برشا. معنا كيما قلت لك فما مرض كبير، معنا حتى كي نسافر الأكورديون اللي شفناه الأولاني وكيما هذايا أن كادو من واحدة عندي في الكلوب دو شون لاماك هنا، هذا فوق 100 سنة. والشيخ هذاك انا وحدي تو قاعد ننظف فيه ونرجع فيه، معناها نحي له فك شويه الحشاك الوسخ، خاطر عنده اكثر من 100 سنه، فما حاجات انا بيدي نصلحها ونريقلها. والشيخ عليك حاجه ممكن باش تترك وتطيش، نعاود انا نحياها ونرجعها. هاي اي نعم هكا لازم يقعد ولا؟ اي هكا هكا، هذايا حكايه وحكايه، هذايا كيما قلت هديه من عند ربي. بما انه وليت كل بلاد نسافر، اول حاجه نسال عليها لي بروكونت، وين فين يبيعوا القديم. فمشاركتي اخر مره في مصر منذ تقريبا في مهرجان الموسيقى العربيه، اول ما نوصل ديما تلقاني ساعات من الاوتيل نمشي دور نسال وين يبيعوا الحاجات الانتيكه. هبطت بلاصه ما نقولش وين البلاصه في مصر، نلقى هذا في حانوت صغير هكا مرمي الميكرو محطوط فوق. قلت له شنو الميكرو هذايا نحب ناخذه؟ قال لي ده بتاع عبد الحليم حافظ. بتاع عبد الحليم حافظ بالحق ولا لا حاجه عاملينها تشبه الميكرو؟ لا هو بيدو هو بتاع عبد الحليم حافظ. انا ما حبيتش اطول معاه في الهضره باش ما يوليش يغني لي، ولو انه مش رخيص. خذيته وصديقي كريم الشملي اللي هو كونيسور، معناها عمل لي امتي غوشيرش، يلقى هو بنفس الميكرو هذا لا مارك شوغ وغالي وقتها، وحتى حد ما يقدر باش يجيب الميكرو هذا وقتها كان عبد الحليم حافظ. فالتو شيخ وساعات ما نصدقش، لان هذا شادد الميكرو نتاع عبد الحليم حافظ اللي هو بيدو غنى. فما دي فوتو موجودين في بروفه هو محمد عبد الاب وفي حفله ما ميكرو.
قداش شريته؟ ما نقولش. والله ما افار به ولا لا؟ افار به هو. قداش؟ هو افار به، لا افار به. بفلوس؟ خليك هيك. بفلوسنا 5 ملايين؟ اقل شوي. 4 تقريبا. تتسمى ربح بالقدا؟ اي. لانه هذا يسوى قيمه أكيد. فنيه أكيد. كبيره أكيد. برشا. اكيد هذا باش نعمل له كادر صغير مع صديقنا كذلك زاد ارتيست هو شكر بن قبسيه من نابل، مشينا خذينا ديمونسيون باش يتحط في يخدم. يخدم؟ اي نعم يخدم. صاحبنا كريم الشاملي هو الميكرو فيه كان فيه مشكل صلحه يخدم، معناها كان برانشي ونجم نقولوا به حاجه. باهي. فوالا باش يتحط في امتي معناها تابلو، ما نحبش نقول صندوق، افيك لي دو فوتو نتاع عبد الحليم. اي يخدم. اهواك واتمنى لو انساك، اهواك واتمنى ما ننساك، وانسى روحي وياك، ونضاد تبقى فداك لو تنساني شوي عبد الحليم. وانساك وتريني بنسى جفاك، واشتاق لعذابي معك، والأدموع يفكرك أرجع تاني.